السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا كرام، أنا سالم من جديد معكم يا محمد بقناة وينو كونكر، فيديو جديد من فيديوهات كونكر أونلاين. والنهاردة هنشرح ايفنت اتلبورج. الايفنت يا جماعة ده الليمت اللي انت بتاخد منه ايتم معين، البيتس اللي انا هوريها لكم عن طريق دايلي ساين ان، استخدام التشي توكن، حاجات زي كده، استخدام تدخل ارينا تلعب اوكنينج تريننج من جوه الايفنت ده، كله الكلام ده، فبراير سيل وما الى ذلك، و200 اكتف اللي هي يا جماعة في البنفيتس اللي هي الحاجات دي، ده لسان انه ما الى ذلك وهي الاقدم. تمام، اوريكم هذا اثبات يا جماعه، ده لسان ان، فطبعا اللي هو قصده على 200 اكتف. طيب نشرح الايفنت كده يا جماعه. في البدايه بس مش تضم على جروبات تليجرام، هتلاقي رابطها في الوصف، المعرفة كل جديد في عالم كونكر اونلاين. ويلا نشرح الايفنت يا جماعه اللي هو البرج. الايفنت يا جماعه هيبدا من يوم 10 فبراير لغاية يوم 28/2/2022 بإذن الله تعالى. المهمات زي ما احنا قلنا مفيش أي مشاكل، غير إن احنا بنخلص الكويست، لما بنخلص الكويست بناخد أيتم معين بنحوله بعد كده لجوايز. طب يلا بقى نخلص الوحوش ازاي. بنخش على الإيفنت ده، ملناش دعوة بليرن أباوت لأن أصلا مش محتاج هو ليرن أباوت خالص. أهو ده كمان أهو خدنا منها 5 بني مبيتس زي ما انتوا شايفين. بندوس بعد كده على التاور، لا لا سبميت عفوا، يا سلمتم ليه؟ ماشي، خش على الطور الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، ادانا مجموعة من الوحوش، طبعا هتبقى سهلة خالص بالنسبة كوريور، بس على فكرة بجد 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 صعبة بالوتر، والله انا جربتها بالوتر صعبة شوية، فهي كوريور سهلة يعني عشان بضرب كده ضربة كده فاهمني. اخدنا او زي ما انتم شايفين اوبن تو جيت 30 بين ما بيت سداد ضغط 500 تشي، 2 كلاس اوكنينج بوكس، 2 بريت ستار ستون وما الى ذلك. اخدنا 2 كلاس اوكنينج بوكس و 30 بين ما بيت. بندوس على السب ميد زي ما انتم شايفين اهو، بندوس على ان احنا هنستخدمهم، يعني ادتنا 30 واحده من سول اللي هو بتاعت شبه بتاعت الانيما دي اللي هي في الشوب سي بي ميل زي ما انتم شايفين، اللي هي دي شبهها بالظبط والله. يعني بعد ما تخلص دي بيتحول لك الايتم دي بعد كده. المهم بندوس بعد كده على الاخ ديه، فبنقول له سبميت ابين ما بيز زي ما احنا عملناها. بعد كده بنخش على الشوب انتر تريجر، وقبل ما انتر تريجر لو انت عايز تشتري البيتس ده يا جماعه من هنا زي ما تشوفين الواحده بواحد سي بس، فانت ممكن تشتري الكميه اللي انت عايزها. انتر ذا تريجر، هنا ده الشوب اللي قصدي عليه يا جماعه اللي هو بتاع في الفيديو اللي فات، انا كنت افتكر ان ده شوب الارشيف، ده بقى شوب الارشيف يا جماعه، ده شوب الارشيف، فهو ممتاز جدا 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 لو انت عايز تجيب ايتم خاص بارشيف الشخصيات بتاعتك كلها، غير كمان فيها سيجل بوكس، حاجه ممتازه جدا جدا جدا. تمام زي ما انت شايفين اهو، يعني شوب حلو خالص، وفي كمان رير راندوم يلورون، هتقدر تاخد خمسه موجود 26 رير يلورون، عندك يعني شاربنس بارير سول شاند فيري تشيلد وما الى ذلك ب 35,000 واحدة، يعني ده بتمن ان 6 7 رنزات فيكسد اسلوب بلس 6 وكمان ايتمات بيرفكشن. فايفنت حلو لذيذ مش محتاج اي حاجة كتيرة، الايفنت يعني يعتبر ممتاز 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 ممتاز. في كمان هنا فيو وورلد رانكينج هيوديك لصفحة الرانكات، يلا بقى نشوف ايه الرانكات اللي موجودة معانا حاليا. دي صفحة الرانكات يا جماعة الليجن تاور. تمام، فايه هي جوائز الرنكات؟ تمام، جوائز الرنكات رولز، جوائز الرنكات، جوائز الرنكات، جوائز الرنكات، 5 ستار جيرمان سلكشن باك، هتقدر تستخدم انت وايد ويلز ريد ستار فارو نايت ماستر ميد نايت اوف فير، وكمان ليفل 8 ليفل 6 من السول بوكس و 450 لوتري تيكت. نفس الحوار الثاني للثالث برضه بياخد جيمات انت بتختارها، بس طبعا بتقل في ناحيه التيكت وتقل في ناحيه الميس سول باك من ليفل 3 من 4 لغايه 10 يا جماعه، بتاخد ايام من اللي هو الجرمانات، وغير كمان ان انت بتاخد 60 لانر تيكت اللي هو بتاع اللوتري. على فكره يعني ده مثلا هو دفع 31,030 سبيس حرفيا دفع كده فعلا. هتقول لي ليه؟ هقول لك يا معلم، ده كده يا ووتر يا فاير عشان الارشيف الجديد عشان يقدر يجيب ده،
تمام، فان هو جاب ديه، فدي بتزود 1440 بوينتس. لو هو جاب مثلا بتاع 100 كلها يعني ب 100 144 الف بوينتس تقريبا، فيبقى الموضوع مش وحش خالص. ان هو طبعا جاب بروجرس عالي جدا 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 جدا، ودفع يدوبك بتاع 10,000 سي بس ولا حاجه. نفس الحوار او زي ما انتم شايفين 300 واحده في 50، دي حاجه يعني بصراحه هو كارشيف هينفعك كارشيف ووتر او فاير. ده كان شرح الايفنت يا جماعه، حاجه لذيذه كده خفيفه مش محتاج اي حاجه كتيره. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. كان معكم يا محمد من قناه وين كونكر، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.